هي طبعا شبكه وتحتاج للاسف للمحقق كونان عشان يعرف ايش المطلوب. انا لا بعد اطالبش بمحاسبه الاتحاد العام لكره القدم للاسف، اطالب بمحاكمتهم يعني رياضيا بالمهزله اللي بتقوم الان. يعني بالنسبه للامور الفنيه، انت لو تابعت تصريح الامين العام يقول انه المدرب عمروش رفض لعب مباريات وديه، مدير المنتخب يخرج يقول لم نلعب وديه بسبب انه منتخب النيبال تاخر وصوله، نائب رئيس الاتحاد خرج بتصريح سابق وقال انه الهدف من التعاقد مع المدرب هو التأهل إلى النهائيات، في حال تأهل إلى النهائيات سيلعب أو سيستمر عقده سنة. يخرج لنا المدرب بعد المباراة في المؤتمر الصحفي ويقول الهدف بناء جيل جديد. هذه كلها متضاربة مع بعض يا أخي العزيز، كل واحد يغرد في جانب يعني آخر.